واتساب ماي فريندز، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. لو دي اول مره بتشوفوني، انا لارا واهلا بكم معانا. لما عملت الفيديو اللي فات بتاع التفريزات بتاع الفطار الصبح، كتير جدا منكم طلبوا مني بقيه التفريزات اللي بعملها للفطار، فالنهارده هو ده اللي هنعمله. هشارك معاكم ثلاث تفريزات، ثلاث حاجات تانية بعملها الصبح للفطار بتسهل عليا كتير، علشان الفطار ما ياخدش غير اقل من 5 دقايق، يجري بياخد مني دقيقة او 2 او 3 علشان اعمل فطار كامل وجميل وسخن الصبح من غير ما اتعب فيه. خليكم معايا للاخر ويلا نبتدي. اول وصفة هنعملها مع بعض هي البانكيك بالبلو بيري. انا مستعملة البلو بيري، بس ممكن تستعملوا اي فاكهة تانية انتوا عايزينها. هنا انا عندي 2.25 كوباية دقيق، وعندي 2 كبار سكر، و 2 كبار بيكنج باودر، وعندي 1.5 كوباية البتر ميلك. البتر ميلك عملناه مع بعض في الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات، زي ما بقول لكم ممكن تروحوا تشوفوه. وعندي 2 كبيرة الزبدة من غير ملح متسيحة، و2 كبار، ومعلقة صغيرة فانيليا، و1 كوباية من البلو بيري المجمد. عندي كمان شوية شوكليت شيبس على جنب للي حابب يزود شوكليت شيبس، بس دي اختياري. في الخلاط هحط كل المقادير السايلة مع بعض، وهخلطهم مع البلو بيري المجمد لحد لما يبقى مخلوط كويس جدا، ما بقاش شايفة اي حتت صغيرة فرافيت منه، يبقى كله مخلوط مع بعض كويس قوي. ساعتها هزود الدقيق والبيكنج باودر وهخلطهم لحد لما كله يندمج كويس مع بعض. هجيب طاسة تكون ما بتلزقش واكون مسخناها شوية، وهحط شوية شوية من العجينة بتاعتي دي. طبعا يعني ممكن تقيسوا بمعيار علشان يطلعوا كلهم نفس الحجم. انا الصراحة استسهلت وكنت بدلو على طول من الخلاط بتاعي، بس ممكن لو عايزين تبقوا بريسايس يعني زيادة تاخدوا المعيار وتقيسوا بالظبط. انا قررت اني احط تشوكلت شيبس شوية فوق. انا بحب احطهم بالطريقة دي علشان انا اكونترول كم واحدة هتدخل في كل بانكيك، يعني عشان مش عايزة احط كتير قوي يطلع في بانكيكس مليانين شوكلت شيبس وتانيين ما فيهمش، فانا بحطهم بالشكل ده. هسيبها لحد لما فوق يبتدي يعمل بابلز كده، يبتدي يعمل زي فقفيق كده، تبتدي تفقفق فوق. ساعتها هقلبه على الناحية التانية. انا المرة دي ما حطيتش ولا زبدة ولا زيت عشان عايزة اوريلكوا الفرق في شكل البانكيك نفسه لما ما بتحطوش زبدة او زيت، وبعد شوية هحط الزيت والزبدة وهتشوفوا فرق اللون بتاعه. فدي برضو حاجة ترجع لكم لو هي الطاسة بتاعتكم ما بتلزقش، ما انتوش محتاجين تحطوا، بس طبعا لما بتحطوا زيت وزبدة بيدي طعم احلى وبيبقى الوش بتاعه بيبقى كريسبي زيادة. لما بيستوي هو بياخد له كام دقيقة، يعني خلوا عينكم عليه لما تلاقوه استوى. انا هنا هحطه على صينية مفرودة بتدخل الفريزر عشان برضو هجمده هو مفرود قبل ما احطه في كيس، وهبتدي بقى اعمل بقية الباتشز بتوعي. هنا انا حطيت حتة زبدة مع زيت، وهعمل الباتش التانية وهوريكوا فرق اللون هيبقى ايه. معرفش لاحظت ولا لا، بس انا بين كل فوق والتاني بمسح الطاسة بورقة الاول علشان اشيل اي علامات من الشوكليت شيبس وكده لما بيسيحوا وبيعملوا علامات في الطاسة علشان ما يعلمش في البانكيك اللي بعده. المقادير دي بتعمل بين 12 و14 بانكيك، ممكن تعمل زيادة لو هتعملوهم صغيرين، او ممكن تعمل اقل لو هتعملوهم اكبر، فهو بيفرق فعلا في حجم البانكيك نفسه يعني، بس more or less بيعمل 12 بانكيك. وانس خلصت كل البانكيكس بتوعي هحطهم في الفريزر زي ما قلتلكو، زي ما هما كده في الصينية لحد لما يجمدوا خالص، يجلي بتاخد بين ساعة او ساعتين، وبعد كده بطلعهم وحطهم في كيس عادي زيبلوك من اللي هو بيدخل الفريزر. وعلشان الصبح اسخنه زيه زي الوافلز اللي عملتها الاسبوع اللي فات، بحطه بس مجرد في التوستر على نمرة 3 وبيبقى جاهز. وبصوا جماله، ممكن طبعا تسرفسوه مع اي حاجة، عايزين تحطوا شوية عسل، تحطوا ميبل سيرب، ما تحطوش اي حاجة، تحطوا فواكه زيادة، حاجة ترجع لكم. تاني حاجة هنعملها هو الاوتميل او الشوفان.
طبعا الاوت ميل ممكن بتشتروا اللي هو الكويك اوتس دي اللي بتتعمل على طول كده في كام دقيقه، بتتباع في باكيهات وتتحط في الميكروويف، بس دي ما بتبقاش اكتر حاجه صحيه يعني. فانا بحب اعمله فروم سكراتش عندي في البيت، وبحب استعمل الستيل كات اوتس. مشكله الستيل كات اوتس انه بياخد وقت عشان يستوي، فعشان كده انا بعمل باتش كبيره وبفرزها عشان اطلع بس اسخن السكر. انا هنا عندي كوبايتين من الستيل كات اوتس، بس طبعا تمشوا على حسب الطريقة اللي مكتوبة على الكيس اللي بتشتروه. وعندي هنا لبن اللوز الآمن ميلك، أنا عندي بالفانيليا بطعمة الفانيليا، ممكن تزودوا انتو فانيليا، ممكن تستعملوا اي لبن تاني. عندي دبل الكمية بتاعة الأوتس، فعندي هنا تقريبا لتر، وعندي قرفة، وعندي هنا مكعبات دي فراولة. أنا بعمل ايه بالفراولة؟ لما بتبقى في الموسم بتاعها بجيبها وبضربها في الخلاط، وبحطها بعد كده في الصينية اللي هي بتاعت التلج دي اللي بتعمل التلج، الايس كيوبز، وبجمدهم، وبعد لما بجمدهم يجمدوا بحطهم في كيس زيب لوك من اللي بيدخلوا الفريزر، وكده يبقى عندي على طول فراولة جاهزة، لانه تعرفين الفراولة روحها قصيرة قوي، ولو جبت كمية ممكن تبوز مني في التلاجة وانا مش عايزاها تبوز. فلقيت انه ده احلى حل، وممكن ادخلها في سموذي، ادخلها في البانكيك، ادخلها في اي حاجة انا عايزاها. انا بحب ازود ميبل سيرب، بس ممكن تحطوا عسل، ممكن تحطوا سكر اللي انتوا عايزينه. وعندي هنا المكسرات دي، عندي لوز وعندي جوز اللي هو عين الجمل، وعندي شوية جوز هند، دي الخلطة يعني اللي أنا بحب أحطها على الشوفان، بس طبعا أنتوا ممكن تحطوا اللي أنتوا عايزينه. أول خطوة أني هسخن اللبن بتاعي، اللبن لازم يغلي، وبحط عليه السكر أو العسل أو الميبل سيرب اللي أنا عايزاه. طبعا برضو كمية ترجع لكم أنتوا عايزينه مسكر قد إيه. أنا هنا حطيت تقريبا 3 معالق كبار، وهحط القرفة، برضو القرفة حطوا الكمية اللي أنتوا عايزينها، وهزود الفراولة علشان تسيح مع اللبن. هفضل اقلب فيه لحد ما الفراولة تسيح خالص، وساعتها هغطي الحلة وهسيبها على درجة متوسطة لحد لما اللبن ده يغلي. عقبال ما اللبن يغلي هعمل الخلطة بتاعت المكسرات بتاعي. انا هنا عندي الكيس اللي هو السيليكون اللي بيدخل الفريزر، هحط بس مجرد هخلط كل حاجة على بعض جوه الكيس ده، وهرجه كده اعمله شيك علشان يبقى كله ميكس مظبوط مع بعض. انا ده مجرد عشان يسهل عليا الصبحيات، يعني لما احب اني احط المكسرات على وش الاوت ميل ما اضطرش اني اخد حاجه واحطها، فده بيخليني اكسب وقت. مجرد باخد كيس واحد بتبقى الخلطه معموله، ومجرد ارش الكميه اللي انا عايزاها. دلوقتي بيكون اللبن ابتدى يغلي، فهحط عليه القوت بتاعي وهقلب كويس لحد ما يبقى كله متقلب، وهرجع اغطيه تاني واحطه على نار واطيه. كل شويه هاجي اقلبه شويه، بس هسيبه خالص لحد لما يستوي خالص. بعرف ازاي انه استوى، يوجلي بيكون شرب اغلبيه اللبن بتاعه، والحبه نفسها بتكون طريه. عشان افرزه بجيب الصينية اللي هي بتاعت المافن، وجواها انا عندي السيليكون كابس دول، لو حطيته على طول جوه الصينية هيلزق. لو انتم ما عندكوش سيليكون كابس مش مهم، حطوا بس زيت كويس جدا علشان ما يلزقش، لانه بعد كده هيبقى تطليعه من الصينية صعب جدا، فالسيليكون كابس دول هيسهلوا عليا حياتي خالص. هاخد بقى كل الاوت ميل بتاعي وهحطه في كل واحد من الكوبايات دي، وده يوجلي الكمية دي بتعمل لي هي ال 12 كوباية دي او 12 بورشن من الاوت ميل. هسيبه لحد ما يبرد، لان هو دلوقتي سخن، فهسيبه يبرد وبعد كده هحطه في الفريزر لحد لما يجمد، تقريبا برضو ساعة او ساعتين. لما بيطلع من الفريزر بيبقى كل واحدة مجمدة كده، ساعتها اقدر اشيل السيليكون كابس دول منهم. بصوا بيتشالوا ازاي بكل سهولة، وساعتها اقدر احطهم في زيب لوك، كيس زيب لوك من بتاع الفريزر، او انا في حالتي بحب احطهم في واحدة من العلب الازاز اللي هي بتدخل الفريزر. علشان اسخنه الصبح بطلع واحدة من الفريزر بحطها في صحن وبزود عليها شوية لبن، ممكن تزودوا يعني حبة لبن زي ما انتوا عايزين، وبحطها في الميكرويف على دقيقة. بعد دقيقة بطلعها وببتدي احاول افرغها كده وبدخلها تاني.
شوفوا ممكن تاخد دقيقة بس، تاخد دقيقة ونص، تاخد دقيقتين. أنا يوجلي بعملها دقيقة وبعد كده بحطها 30 ثانية كمان، وبعدين بقلبها وبحطها 30 ثانية كمان. احنا بنحب ناكله سخن قوي، بس لو انتم ما بتحبوش تاكلوه سخن ممكن يبقى أقل وقت معاكم. وبعد كده برش عليه الخلطة بتاعة المكسرات بتاعتي، وبيبقى عندي أوتميل صحي سخن في أقل من 3 دقايق. وآخر حاجة هنعملها مع بعض النهاردة هو الفرنش توست أو البان دوغي. أنا بعمله بطريقة مختلفة شوية، هو يوجلي بيتعمل بالقرفة والسكر والفانيليا وكده، وبيتاكل سويت وبيتحط عليه ميبل سيرب أو عسل أو كده. إحنا بنحبه مالح، أو ابني أكتر يعني بيحبه مالح. هنا عندي 8 توستات. أنا باخد التوست اللي هو بيبقى زي مالتي جرين، أو أنا باخد الانشنت جرينز، بس ممكن تاخدوا التوست اللي أنتوا عايزينه. وعندي 8 بيضات، أنا بحط يعني بيضة لكل توست، هو ده اللي أنا بعمل حسابي عليه. وعندي هنا شوية لبن، دول عبارة عن نص كوباية لبن تقريبا. وعندي ملح وعندي فلفل، هو ده اللي أنا هزوده، بس لو عايزينه سويت زودوله معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة فانيليا وشوية قرفة، وساعتها هيبقى حلو بدل ما يبقى مالح. ده فعلا من أسهل الحاجات اللي ممكن تعملوها، مجرد هتاخدوا البيض وهتحطوا عليه الملح والفلفل وشوية اللبن وتخفقوهم مع بعض كويس قوي. وبعد كده تكونوا محضرين طاسة متسخنة شوية على النار. أنا هنا استعملت عندي البلاكة دي، أنا يجلي بستعملها على الباربيكيو برا، بس قررت أني أنا استعملها هنا. هي ممكن تستعمل على البوتاجاز، قلت علشان يبقى عندي يعني حاجة أكبر فهعمل كذا واحدة، هعمل 6 مثلا بدل 2 أو 3 وأكسب وقت. بس الصراحة ما كانتش فكرة كويسة قوي، فما بنصحكوش بيها لأنه ما بتسخنش كلها بنفس الطريقة، ويعني ما كانتش أسهل حاجة أن أنا أسويها على البلاكة دي. المهم أنتوا هتعملوا الموضوع ده في طاسة، هتاخدوا كل توستية من دي وهتغطسوها في البيض واللبن وتحطوها في الطاسة بتاعتكو، أو في لو عندكو يعني بلاكة زي دي وعايزين تستعملوها ممكن تعملوا كده لحد لما الظهر ده يستوي. يجلي بتاخد لها بتاعة 3 دقايق ولا حاجة. وبعد كده هقلبهم على الناحية التانية علشان الوش التاني يستوي، برضو أسيبه كام دقيقة لحد لما يستوي، وهشيلهم وحطهم على صينية مفرودين عشان أدخلهم أفرزهم بالشكل ده قبل ما أحطهم في كيس زيبلوك من بتاع الفريز. علشان أسخنهم نفس الطريقة السهلة، مجرد هحطهم في التوستر بتاعي على نمرة 3، وبصوا الجمال، في أقل برضو من 3 دقايق عندكو فرنش توست جميل الولاد بتحبه، مغذي ومخدش مننا وقت خالص. I hope يكون عجبكم الفيديو بتاع النهاردة واستفدتوا من التفريزات دي، وهتسهل لكم الصبحيات بتاعتكم وتسرع لكم الفطار وتقلل لكم ستريس الصبح. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو استفدتوا منه اعملوا شير مع حد تاني يستفاد منه. شكرا جدا لمشاهدتكم النهارده حبايبي، وهشوفكم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد. باي باي.